انا النهارده مش مبسوط وما تسالنيش ليه. انت عارف انا مش مبسوط ليه؟ لاني كل ما بشم نفسي واحس بان الدنيا هتروق وان الوضع هيستقر الاقي بالذات انا عايز اكلمك ويا ريت لو الجماعه في الكنترول يورونا مشهد الجامعه، الاقي الجامعه مولعه مره واثنين وثلاثه بلا حل يهدي الاطراف. حل بره الصندوق. خلينا اقول لك ان انا مبسوط. كويس قوي. ليه؟ تمام. واحد انه هذه التحركات التي تبدو انها عصبيه او عصبيه تصل الى حد الاجرام زي حادثه المنصوره بتاعت امبارح، ده اجرام بلا شك، اللي هو قتل ذبح سواق التاكسي. مظبوط. وكان قبليها في رمي الست من البلكونه، وقبليها في بورسعيد، وقبليها قتل حد برضه في المظاهره بست رصاصات. كل ما بتشوف هذه الافعال بتتنامى بتعرف انه هذا التنظيم يبدا في فقدان اعصابه ويلجا الى العنف، وهو في النهايه خلينا نقول انه محدود. لما بنيجي نتكلم على اللي بيحصل في الجامعة هذا مقصود. كل ما هنقرب من موعد الاستفتاء كل ما يتنامى هذا الفعل او هيحاول انه يتنامى. ولكن الجزء اللي احنا بنتكلم فيه او اللي حضرتك بتطرحه النهاردة هو مسألة طب وبعدين. صحيح. لما نقول وبعدين لازم هنا نتكلم على القانون. لابد وأن يأخذ القانون مجرى. هؤلاء في عرف القانون وبهذه الأفعال ليسوا طلبة. كان في واحد طالع معايا من شوية وهو رئيس اتحاد طلاب الهندسة عبد الرحمن عبد الناصر، قال لي أنتوا كده يعني مدام بتوروا هذا المشهد يجب أن يعلم الرأي العام أن هذا المشهد كان رد فعل على تعامل الأمن مع مسيرة طلابية يعني سلمية. أنا مبسوط من كلمة سلمية، لأن إذا كان هو ده تعريف السلمية فيبقى إحنا في حاجة إلى إعادة تعريف المفاهيم مرة تانية. ده مش سلمية وده مسألة رد فعل، لأنه ما تقدرش أبدا توازي بين فعل القانون وفعل ضد القانون. يعني ما ينفعش ابدا ان انا اقول ان ده رد فعل ويبدو كما كانت المساله ان ده حق مكتسب. لا، ده من الاثار السلبيه اللي عانينا منها طول الثلاث سنين اللي فاتت، فيها خلل شديد في المفاهيم، في خلل شديد في التعريفات. فاحنا ما نقدرش نقول ابدا ان ده يعني رد فعل ونكتفي بهذا القدر.